يقول: ما الرأي في القول المشهور العمل عبادة؟ إذا وصفنا العبادة، العبادة كما وصفها غير واحد اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال أو الأفعال، ونضيف إليها أو النوايا أيضا. فإذا كنت تعمل عملا مباحا ولكن نويت به مرضاة الله، كما قال ابن مسعود: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أنا أنام وأريح بدني وأسأل الله أن يأجرني على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لنفسك عليك حقا.